هنبتدي بمحمد محمد محمود الوحش. اول حاجه الحمد لله على السلامه. الله يسلم حضرتك. كان عندك رباط صليبي ورجعت الحمد لله. النادي الاهلي تكفل بكل حاجه. كل حاجه حاجه من اول عمليه لحد التاهيل لحد كل حاجه يعني كويس. طبعا النادي الاهلي ما سابش حاجه لما عملها لي يعني. وداني مستشفى كويسه وعمليه كويسه ومع الدكتور احمد عبد العزيز كويس، وتاهلت في النادي مع جهاز التاهيل، رئيس جهاز التاهيل الدكتور محمد حسن، كابتن كريم، كابتن حسن، اشتغلوا معايا شغل كويس الحمد لله، وقفت على رجلي كويس يعني. ودلوقتي خلاص رجعت مره اخرى. الحمد لله الحمد لله كويس. خلي بالك النهارده وانا يعني بنكلم الجهاز الفني او بنكلم الاداريين، قلت لهم انا عايز الفريق كله، المصابين واللي شاركوا بنسبه كبيره واللي شاركت مشاركات نسبه قليله، النهارده يوم يستحق ان احنا نحتفل بالفريق كله. يحيى بقالك كام سنه يا يحيى في النادي الاهلي؟ بقالي 11 او 12 سنه في النادي الاهلي. ما شاء الله. مركزك ايه بقى قول لي؟ بلعب مهاجم وساعات بلعب هاف ليفت او هاف رايت برضه، بس انا مركزي الاساسي مهاجم. مهاجم. ابرز الحاجات اللي انت اتعلمتها ما شاء الله وانت بقالك فتره كبيره في النادي الاهلي، ابرز الحاجات اللي اتعلمتها في النادي الاهلي؟ لا طبعا هو اهم حاجه اتعلمتها طبعا الالتزام والروح الفانيلا الحمراء، وطبعا انت بتنزل كل ماتش انت عايز تكسبه سواء بره ارضك او جوه ارضك، وتخش من اول ماتش لحد اخر ماتش انت بتلعب ان انت تاخد البطوله. كويس. فده اهم حاجه طبعا ان انت عايز تكسب كل ماتشاتك وتاخد البطوله. ودي ده دايما اللي بيميز النادي الاهلي عن اي فريق تاني. اكيد طبعا ده الطبيعي، اللي انت متوفر لك كل حاجه في النادي الاهلي من اصغر حاجه لاكبر حاجه، فطبيعي جدا ان انت تاخد البطوله يعني. تمام. واحد ايضا من نجوم الفريق اسامه احمد. قول لي يا اسامه. لا ارفع راسك كده انت ليه؟ ارفع راسك كده عشان الناس والجماهير تشوفك. قول لي مركزك ايه الاول في الملعب؟ هاف رايت. هاف رايت. في مشوار البطوله، مشوار البطوله، ايه المباراه اللي انتوا يعني خلاص لما كسبتوها قلتوا ان احنا قربنا ان احنا نحسم البطوله الدوري؟ لا لحد دلوقتي احنا يعتبر ان احنا مش واخدين يعني مش حاطين في دماغنا ان احنا واخدين البطوله، علشان لسه فاضل 7 ماتشات بس احسن خلاص الاهلي حسم البطوله. اكيد، بس احنا عايزين نركز في 7 الماتشات الجايين برضو. علشان ان شاء الله ربنا يوفقنا فيهم يعني عايزين تختموا الدوري رغم انكم يعني خدتوه يعني يبقى بشكل ممتاز بس الحمد لله يعني. فاحنا لا اشتغلنا بشكل كويس من اول الموسم طبعا. تمام. واشتغلنا بشكل كويس طول الموسم. شايف النادي الاهلي هو بيوفر لكم كل الامكانيات، شايف ده ازاي؟ لما بتروحوا كده القطاعات الاخرى والنادي الاهلي مميز في الزي بتاعه وفي دخله اللاعبين، وحتى ممكن يعني اي حد يشاور هم دول لعيبه النادي، في الاداء في الملعب في الجديه في الالتزام في النتيجه. اكيد انا اول موسم ليا شفت حاجات مختلفه كتير قوي. اولا اتعلمت هنا الالتزام وتعلمت كل حاجه من النادي الاهلي كويس، وكمان في الملعب اول ما البس يعني فنان النادي الاهلي مختلفه لما البس اي فنانه تاني، بس لازم بلعب بروح وبلعب بشراسه وبكل قوه وكده. بس معانا واحد ايضا من لاعبي 2005 يوسف ثروت. يوسف مركزك ايه؟ سيرباك ونص ملعب. مساك ونص ملعب. طب المفروض بيقولوا لي المساك يعني المفروض يعني راجل هو اللي بعور يعني زي ما بقول. لا بيقولوا لي بقى انا مساك عادي. مساك عادي بتلعب من تحت. طب حته المساك من تحت اللي ما بيشلتش يعني زي ما بقول انه يحضر كابتن علاء عبده من طريقته ان هو دايما بيحب التحضير من تحت. ايوه كابتن علاء. والكره تطلع من حارس المرمى. ايوه كابتن علاء بيحب الكوره اللي هي الكوره توصل من تحت، نبني هجمه كويسه يعني. مش تشليته خلاص. بتتمرنوا على الكلام ده في التدريبات؟ طبعا. كابتن علاء شغال معانا من اول تمرين حضره لحد اخر تمرين، ولسه بعد ما حسمنا الدوري شغال زي هو يعني. لسه نفس الشغل زي ما هو. كله عالي جدا. كابتن محمد صلاح طبعا. فيعني هم اصلا مدربين على اعلى مستوى. دور الكابتن خالد بيبو معاكو رئيس قطاع الناشئين كان دايما بيروح معاكو ويساندكو ويدعمكو. ايوه دي طبعا يعني بتديني ثقه اصلا في الملعب، اللي هو بيبقى قاعد بيتفرج علينا بره وجاي معانا، ودي بتدينا ثقه اصلا بره. تمام. وانا بشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله.